في يوم من الأيام بعد ما وصلت له خبر إنه أحمد ده يريد إنه يرفض المجيء، يعني دز لي سيارة في منتصف الليل واخذوني إلى منطقة نائية وضربوني وهددوني بأنه ما راح ألعب كرة قدم مرة ثانية. الحقيقة أنا تعرضت إلى يعني تقريبا 5-6 عقوبات، 3 مرات حلقوني شعري، يعني تعرف هذه عقوبة معنوية، ومر 3 مرات أيضا سجنت، أول مرة يومين، مرة ثانية يوم واحد، وآخر مرة كانت 7 أيام مع تدريب عنيف اللي يسموها دورة الضبط، واللي هي أشبه بالدورة العسكرية، يتخللها ضرب وتدريب عنيف.